الجيش الإسرائيلي يعترض عدة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ويستهدف موقعا تابعا لحماس شرق مخيم البريج. الحراك الشعبي يتواصل في لبنان وحزب الله يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة تستمع لمطالب المحتجين. وتزامنا مع الذكرى 65 للثورة الجزائرية مظاهرات حاشدة بالعاصمة ضد الفساد وإجراء الانتخابات. موجز إخباري، أهلا بكم. والبداية من قطاع غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن منظوماته الدفاعية اعترضت 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. هذا وأفادت التقارير بأن منزلا في مدينة سدرات الإسرائيلية أصيب إثر سقوط صاروخ أطلق من القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما قالت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لحماس شرق مخيم البريج. كما ودوت سفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المحاذية لغزة عدة مرات خلال اليومين الماضيين. من قطاع غزة ينضم إلينا الناشط الإعلامي ضياء حسن. ضياء، هل من تفاصيل حول ما يجري على أو يعني في قطاع غزة وعلى شريط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل؟ تم إطلاق عدة قذائف صاروخية من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بغزة. نعم، هذا صحيح. أطلقت عدة صواريخ على دفعتين أو 3 دفعات. في الدفعة الأولى ربما أو في الدفعتين الأوليتين تم اعتراض عدد من الصواريخ، وكان يشاهد صواريخ القبة الحديدية وهي تعترض عدد من الصواريخ في سماء شمال قطاع غزة. في الدفعة الثانية تم إطلاق أيضا عدة صواريخ وربما عبرت في باتجاه بلدة الدروت والمناطق المحيطة بها. يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي تقف ربما خلف إطلاق هذه الصواريخ. بالأمس كان هناك إطلاق صاروخ أيضا من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة باتجاه شكول. ربما الأحداث التي جرت اليوم على الحدود ووقوع 95 إصابة من المتظاهرين على الحدود دفع الجهاد الإسلامي أو الجهة التي تقف خلف إطلاق الصواريخ لإطلاق هذه الصواريخ. ربما هذا يعتبر ما جرى اليوم على الحدود في المسيرات باستخدام الرصاص الحي، خرق للاتفاق الذي يحاول وسطاء التوصل له بعدم اطلاق الرصاص الحي خلال المسيرات على المتظاهرين. ايضا اطلقت دبابه اسرائيليه قذيفه باتجاه نقطه رصد لحركه حماس او لكتائب القسام الجناح العسكري لحركه حماس شرق مخيم شرق منطقه جحر الديك شمال مخيم البريج. لم يوقع ذلك اي اصابات حتى اللحظه. طائرات اسرائيليه تحلق بكثافه في سماء قطاع غزه في هذه اللحظات ويسمع صوتها بشكل واضح. بالتاكيد هناك مخاوف من عمليه رد ربما تكون اوسع من الليلة الماضية حين أطلقت فقط الدبابات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار عدد من الصواريخ باتجاه نقطتي رصد للمقاومة. نعم، يعني في هذه الأثناء يجب التنويه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات مع قيادات الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بما يجري الآن على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. ضياء، هل من المتوقع أن تذهب الأمور نحو التصعيد؟ هذا يعتمد على الرد الإسرائيلي. في حال صعدت إسرائيل أو قصفت إسرائيل أهداف حيوية في قطاع غزة باعتقادي ربما يكون هناك رد من الفصائل الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة تتهم الاحتلال الإسرائيلي بالتلكم من جديد في موضوع التفاهمات. السفير القطري محمد العمادي لازال في المنطقة وموجود في رام الله وعقد لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وقيادة حركة حماس في الضفة الغربية لأول مرة. أيضا يعقد اتصالات ولقاءات دائمة مع المسؤولين الإسرائيليين وعقد اجتماعا قبل عدة أيام مع نيكولاي ميلادينوف في المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والذي يتابع أيضا موضوع التفاهمات في غزة. ربما يتم احتواء الموقف ربما لا، كل ذلك يعتمد على الرد الإسرائيلي بالنسبة للفصائل في غزة. باعتقادي حركة الجهاد الإسلامي أكثر جهة معنية بالرد في حال كان هناك رد إسرائيلي أوسع، لكن ربما تحتوي الموقف في حال كان الرد بقصف مواقع فارغة كما جرت العادة في الفترات الأخيرة. الناشط الإعلامي من قطاع غزة ضياء حسن، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إلى شأن آخر، حيث أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن اللبنانيين تمكنوا خلال الأسبوعين الماضيين من تجنب الوقوع فيما كان يخطط له البعض من الذهاب للفوضى. واعتبر نصر الله أنه يجب على الحكومة الجديدة الاستماع لمطالب الناس واستعادة الثقة بين الشعب والسلطة، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستبقى في دائرة الاتهام إذا ما ظلت ثقة الشعب بها مفقودة. كما ويرى أن الدور الأمريكي في لبنان يسد آفاق خروج لبنانيين
من أزماتهم كما قال. نحن ندعو إلى الحوار والتواصل بين جميع المكونات والقوى السياسية والكتل النيابية وأيضا الممثلين الصادقين للحراك. نحن لسنا مع القطيعة. نحن نقدر أن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين ترك جروحا عميقة على المستوى النفسي، لكن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتجاوز الجميع هذه الجروح. البلد يحتاج إلى الجميع وأن يتحمل الجميع المسؤولية. إلى ذلك تجمع عشرات الأشخاص في محيط القصر الجمهوري في بعبدة، وطلب المحتجون السلطات باتخاذ إجراءات لحماية المتظاهرين وباتخاذ ما وصفوه بخطوات فعالة تترجم على أرض الواقع بشأن مكافحة الفساد. أما في طرابلس فقد توجه عدد من المعتصمين في ساحة النور إلى مبنى مصرف لبنان حاملين الأعلام اللبنانية، ونفذوا اعتصاما أمام مدخله رافعين شعارات تندد بالسياسة المصرفية. إلى العراق، حيث أفادت مصادر أمنية وطبية في العاصمة بغداد بمقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون يستقلون سيارتين على نقطة مرابطة للشرطة شرقي بغداد. ويعد هذا هو الحادث الثالث من نوعه منذ يوم أمس، إذ هاجم مسلحون ليلا دورية للجيش في منطقة الطارمية شمالي بغداد، وما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين. بقاء في العراق، حيث أعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني رفضه أن يقوم طرف إقليمي أو دولي بفرض رأيه على المتظاهرين في العراق. وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، قال إن التغيير موكول إلى اختيار الشعب العراقي، وليس لأي جهة أو طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك. وتوافد آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير في بغداد وسط اعتصامات مفتوحة تشهدها معظم المحافظات الجنوبية. إلى سوريا، حيث قال الرئيس بشار الأسد إن قواته ستستعيد في النهاية الأراضي التي احتلتها أنقرة في هجومها الأخير على حد وصفه، مشددا على أهمية التمييز بين الأهداف النهائية والاستراتيجية، مضيفا أن سيطرة الدولة ستعود تدريجيا إلى الشمال الشرقي من البلاد، حيث سمح الاتفاق بين روسيا وتركيا للقوات الحكومية بالانتقال من المناطق التي كان يسيطر عليها المقاتلون الأكراد سابقا. بقاء في الشأن السوري، حيث قال مصدر عسكري تركي أن قوات تركية وروسية بدأت تسير أول دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا اليوم، واتفقت أنقرة وموسكو على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيسان الروسي والتركي. وقال أردوغان أول أمس إن الدوريات ستكون بعمق 7 كيلومترات داخل الأراضي السورية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه ينبغي للولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، مضيفا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تظهر فشل سياسة واشنطن. هذا وفرضت واشنطن عقوبات على قطاع البناء الإيراني وكذلك على التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبمحاربة الفساد ورفضا للانتخابات الرئاسية، كما شهدت شوارع العاصمة ومداخلها انتشارا أمنيا كثيفا. كما وقضى آلاف الجزائريين الليلة الماضية في الشوارع محتجين ومحتفلين بالذكرى 65 لاندلاع الثورة الجزائرية في بلادهم التي راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون شخص خلال 7 سنوات. وأشارت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية إلى اعتقال عدد من المتظاهرين الذين قدموا من مختلف جهات الجزائر للمشاركة في مظاهرات الجمعة 36 للحراك. قالت وزارة الخارجية الروسية أنه ليس أمام موسكو وواشنطن الكثير من الوقت لصياغة معاهدة بديلة لمعاهدة نيو ستارت والخاصة بالحد من الأسلحة النووية قبل انقضاء أجلها في عام 2021. نيو ستارت معاهدة هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها. نهاية الموجز بأمان الله.